أسرار شرق أوسطية. اكشف فما خفي أعظم مع عبد الحميد العوني. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. لا أحد يتحدث على أكثر من 4 جنود لدى حماس، ليس هناك رقم خامس. بقي إذن الأمر يتعلق ب4 أسماء، فمن هو الذي تحدث لقناة الجزيرة عبر الذراع العسكري لحماس؟ هذا هو السؤال الذي جعل الآن إسرائيل حائرة. بلوم المكلف بهذا الملف من طرف الإسرائيلي يعتقد بأن الأمر يتعلق بمناورة لا أقل ولا أكثر. هؤلاء هم 4. هناك أفيرا مانجيستو، وهو من أصول أفريقية معروف، هو أيضا قالت أمه بشكل مباشر بأن هذا ليس صوت ابنها، وهي متأكدة بأن لا زال أفيرا في الحياة. هذه التعبيرات التي يمكن أن يقال عنها أن بالنسبة لأفيرا يمكن إدخال ما يسمى بمضاف صوتي على هذا الصوت، لأن المراورة تقتضي ذلك. فإما أن الصوت مغير إلى درجة أن الأم لم تعرفه، أو أن هذا ليس صوت ابنها. المسألة الثالثة تخص الإسرائيلي، لأن المخابرات تؤكد أن أفيرا من جوستو له خلل نفسي، وأنه مريض نفسيا أو مريض عقليا على وجه التحديد، ولذلك فمجرد انطاقه لهذه الكلمات يؤكد أن مسألة تخلفه العقلي هذا فيه نظر. فقد ضربت حماس عصفورين بحجر، من جهة شككت في الرواية الأولى بأن الجندي الإسرائيلي هو أفيرا. أفيرا أولا هو جندي إسرائيلي حسب البيان الصوتي لأفيرا، ثانيا أنه ليس مختل عقليا، ثالثا أنه في نظر الإسرائيليين يتحدث بلغة بطيئة وقوية، وهذا وليست سلسة. على كل حال عبرية ليست سلسة، وهذا التسجيل ربما أتى لأن هذا مريض عقليا. هذا هو الاحتمال الذي تضعه المخابرات الإسرائيلية. بالنسبة للأم، هي تعتقد أن أي نبرة من نبرات هذا الصوت ليست لابنها، لذلك فهي يمكن أن تؤكد على نسبة معينة تعرفها في ابنها، لكن قد يكون هناك أمراض وغير ذلك، كما تقترح الشباك بأن هناك احتمال أن يكون تغيير الصوت مرتفع، قد يكون هناك تأثيرات على الصوت من جهة، وكل ذلك من أجل المناورة. إذن هذا هو أفيرا. إذن الاحتمال الأول ترفضه الأم، ولكن بالنسبة للمخابرات تؤكد أنه أفيرا ولا أحد غير أفيرا. إذن هذه هي النقطة الأولى التي يمكن الاعتماد عليها في قراءة من هو الجندي الإسرائيلي الذي تحدث إلى الذراع العسكري لحماس منقولا إلى الجزيرة. الاسم الثاني هو هشام السيد، وتعتقد المخابرات أنها لن تستطيع حماس أن تدفع هشام السيد إلى الواجهة لأن لديه اسما عربيا، وهذا ليس مفيدا بالنسبة إليها. إذن بقي لديها خيار أفيرا من جوستو لا أقل ولا أكثر. إذن عندما تشكك الأم سنذهب مباشرة إلى الوجهين الآخرين، آرون شاول، والتي أكدت تماما المخابرات الإسرائيلية أنه توفي بعد 5 أيام فقط من المواجهة، يعني أنه كان جريحا، وكانت الحادثة 20 يوليوز، في 25 من يوليو تماما كان قد مات. وأول من أعلن أنه مات مقال لجيري كوهن، وهذا يعني أنه مات في 25 بعد 5 أيام. في 1 غشت مات هادار، مات هادار جولدان في نفق قرب رفح جنوب غزة.
تقول ليا جولدن أمه والتي تحمل قضيته إلى الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان وغير ذلك، كل هذا يعني أن بالنسبة لليا جولدن فإن ابنها متوفى، لذلك فكل من عائلة حدار جولدن وأيضا شاول أورن شاول يؤكدان على حالة الوفاة. هذا شيء مؤكد، هو الفارق بينهم 10 أيام، وهذا ما يجب أن تحاسب عليه الحكومة الإسرائيلية، لأن هناك 5 أيام قبل موت الأول يعني شاول، أما الثاني وهو حدار فلم يمت كما قلنا أو لم يتوفى إلا في الأول من غشت 2021. هذه العملية كلها تذهب باتجاه أن من تحدث هو أفيرا من جوستو، وعندما نؤكد أن هناك الأم التي رفضت أن يكون ابنها هو المتحدث، فإن الكل يشكك في العبرية والطريقة التي ظهر بها، وأن هذه العبرية عبرية ثقيلة خرقاء غير سلسة، وهو يذكر أنه يموت كل يوم، وأن هذه العبرية هي عبرية ملقنة وليست عبرية مباشرة. لكن يبقى بالنسبة لأفيرا هو الاحتمال الأكثر وضوحا وبالنسبة للمحللين، لذلك فإن أي رهان على أن يكون الجنديان الإسرائيليان كلا من شاول وكلا من جولدن، إلا من الصعب جدا القول أنهما لا زالا على قيد الحياة. ثم ثانيا أن هناك من يؤكد وفاتهما، ولذلك فهذه المناورة هي من أجل القول أن الجنديان الآخران هما ليس كما تقول إسرائيل على أنهما مجرد مرضى عقليين أو نفسيين، لأن الوصول إلى هذه المنطقة هذا فيه سؤال. ثاني مسألة أن فيه أكثر من شخص، لذلك فهناك هشام السيد وهناك يعني أن الاثنان معا، الاثنان الأولان كل من شاول وجولدن في عملية واحدة، وهؤلاء أيضا أي الاثنان معا كل من منغستو وهشام السيد كلاهما في عملية أخرى، فالعمليتان معا حسبتا على الجيش الإسرائيلي. هذا شيء مهم للغاية، لأن الذي وصل إلى الخط ليس بالضرورة مرضى نفسيين أو مرضى عقليين. ادعاء المرض العقلي أو النفسي أيضا هذه ضمن الأساليب المعروفة بالنسبة للمخابرات، فاحتمال أن يكون هناك هشام السيد وأيضا بالنسبة لمنغستو ومنغستو أو أفيرا منغستو، سنجد على أن الأربع كلهم أبناء مخابرات، هؤلاء من قوات الاستطلاع والآخرين من قوات الاستطلاع. الأول كلهم يعني أنهم من نفس الفريق أو على الأقل من نفس العملية، يعني أن القطاع الذي يعملون عليه هو قطاع استطلاع وقطاع استخبارات، هذا أساسا هو عملهم جميعا. لذلك فإنكار إسرائيل لاسمين باسم مرضى عقليين وأن الآخرين مجرد رفات، هذا من أجل خفض الثمن، لكن بالنسبة للسنوار فهو ذكر 1111، يعني أنه يضيف، نحن ربما 1027 كانت مع شاليت، إذن العملية اليوم مضافة، وبالتالي فإن الأربع ليس الواحد، رفات ليس عندما يكون شاليت وحده، لما؟ لأن شاليت وراءه فرنسا، لأنه يحمل الجنسية الفرنسية، وراءه كل فرنسا هي التي ضغطت من أجل الذهاب بعيدا إلى إعطاء ما يرغب فيه المفاوضون الحمساويون. وهنا ونذكر جيدا أن المفاوض ومن قاد المفاوضات هم الألمان وكانوا بدعم فرنسي، لذلك من أعطى الثقل لشاليت هو الفرنسي وليس الإسرائيلي،
وهذا واضح جدا، لأن الجنسية الفرنسية لشاليط هي التي جعلت منه ثمنا ولو وصل إلى الألف، لكنه كان مرغوبا في إطلاقه، وكان الفرنسيون يحرصون على ذلك، وكانوا يدعمون الألمان ضمن الاتحاد الأوروبي من أجل إنجاز هذه العملية لإطلاق مواطن لهم، ومواطن إسرائيلي ولكن مواطن فرنسي. هذه أهم مسألة بالنسبة لشاليط وثقل شاليط. لكن اليوم سنجد أن بالنسبة لأفيرا فهو من أصل أفريقي. على كل حال هناك أيضا بالنسبة للبقية فواحد عربي أو من أصول عربية، والآخران أيضا ليس من نفس ثقل أي دولة من هذا الحجم كفرنسا. لذلك فالدفاع عن هؤلاء الأربعة بألف أخرى تساوي شاليط تماما واحد على الأقل، هذا يفيد أن هناك عدم رغبة إسرائيلية في عهد نتنياهو بإطلاق ما سماهم المرضى العقليين والرفات، لأن هذا ليس بمثابة ما يجب الحوار معه، خصوصا وأن مسألة الرفات أصبحت مختلفة. رغم أن التقليد التوراتي فإن الرفات يساوي تماما ما يساويه الحي. على كل حال فبالنسبة لنتنياهو لديه تفسير آخر بأن الرفات لن يساوي نفس ما ساوى شاليط، رغم أن هناك رفات لجنديين اثنين على الأقل، واثنين منسوبان للجيش ومدعيان أنهما مرضى عقليين أو مرضى نفسيين من أجل إطلاقهم، وهذا ناتج عن مناورة نتنياهو ومناورة يوسي كوهين الذي حاول تخفيض ما عند حماس، تخفيض قيمة ما عند حماس. هذه لنعرف لماذا شاليط بألف ولماذا هؤلاء الأربعة بألف، لأن نتنياهو وتفكيره بهذا الخصوص هو الذي دفع إلى محاولة الخفض إلى ما كان عليه الأمر بالنسبة لشاليط. أما ما كان منتظرا فكان أقوى بكثير حتى من 1111، لكن والوضع العام يدفع نحو الوصول إلى 1111 على الأقل بالنسبة للجميع. إذن سنرى أن الاثنان معا الحيان المريضان عقليا أو نفسيا حسب السلطات الإسرائيلية، وهما أيضا من فريق استطلاع، هذا يؤكد على أن المناورة التي كان يرغب فيها الجيش الإسرائيلي في إدارة نتنياهو بالوصول إلى إطلاق كل من كان مريض عقليا، يعني هو يعمل تجسس وبعد إلقاء القبض عليه يدعي أنه مريض عقليا وهكذا ينتهي الأمر. بالنسبة لحماس لا يمكن أن يكون بهذا الوصف الإسرائيلي، وفي نفس الوقت يضعان صوتا مباشرا لأحدهما الحيان على الأقل، إما هشام وإما أفيرا. إذن العملية الآن واضحة بأن ما يجري هو محاولة خفض سقف التفاوض، لكن بالنسبة للسنوار قالها للإعلام. الخط الأحمر بالنسبة إليه القدس كان مباشرا وكان واضحا وشفافا، وبالنسبة للرقم وضعه ليكون الجمهور الفلسطيني والشعب الفلسطيني والكل مع الرقم وليس ضده، وهذا إحراج حتى للمخابرات المصرية لأنها هي التي تقود العملية. عموما لماذا تقود المخابرات المصرية ويجب أن تدعم الإفراج عن أسرى فلسطينيين بهذا الرقم؟ لذلك فما هو منظور أن السنوار لعب بالرقم وأخرجه للعلن وهكذا، فالمفاوض نفسه الذي يقود الوساطة وأيضا بالنسبة لكل الأطراف فهو إحراج لكل الأطراف من أجل التمسك بالألف ومية وحداشر، وهذه لعبة ذكية. المسألة الثانية أن بالنسبة لما يسمى بالمرض النفسي فقد يكون مجرد ادعاء ومناورة، وهذا حق للفلسطيني لسبب بسيط، هو أن قوات الاستطلاع إن فتح لها هذا الباب
وعندما يسقط أي أسير فإن مباشرة يكون مثل هذا اللغو من الحديث، سيكون الأمر بالنسبة للطفل وقاصر وغير ذلك، وبالنسبة لأكثر من حالة إنسانية. فالجيش الإسرائيلي والصحال لا ينظر إلى هذه الأمور الإنسانية. لذلك فالتعاطي الحمساوي الذي يمكن أن نقول عليه أنه حاسم وصارم هو من حق المقاومة لسبب بسيط، لأن هذه القضية قد تكون مناورة وقد تقلب قواعد الاشتباك من جهة. ثاني مسألة أن الحالات الإنسانية ليس معترفا بها من طرف الإسرائيليين، ولذلك فالمسألة إن كانت إنسانية فليس هناك تعامل إنساني ولو مع الأطفال القُصّر. فلذلك فبالنسبة لعدم الوصول إلى تبريرات بأن هذا مجرد رفات وأن هذا مريض عقليا وهذا مريض نفسي، فهذا يعني مباشرة أن هناك رغبة في التحايل، وهذا ما لا يمكن مقارنته على الإطلاق فراسة وأي حصافة. ولذلك فإن مسألة المفاوضات وإحراج الوسيط بعدم التنازل عن هذا الرقم، ثالث مسألة أن يكون ثابتا في المفاوضات، وأن تكون المرحلة الثانية هي ماذا هناك بالنسبة للوائح، ماذا هناك بالنسبة لمن سيكون من لديه مؤبدات وغير ذلك حسب التفاصيل. إذن الكل لا، الآن بعد القفزة التي عملها السنوار لا أحد يناقش 1111، الكل يناقش ما حدود هؤلاء، ما هي الأسماء وما هي الجداول، وبالنسبة لأصحاب العقوبات الثقيلة، هذه هي المفاوضات. لذلك فالأمر بالنسبة للرقم ربحه الحمساويون بذكاء تكتيكي معروف. أما بالنسبة لما يجري عليه الآن، فأهم ما قاله أفيرا وهو المحتمل بشكل كبير أنه جندي إسرائيلي، الاعتراف بأنه جندي إسرائيلي، معنى أن كل ما تقوله الدعاية الإسرائيلية بأن هؤلاء مرضى نفسيين أو عقليين، فهذه الإشارة تفيد بأن الشخص يتحدث كجندي إسرائيلي، وهنا يصبح الدعاء أن هناك مرض عقلي ليس إلا مناورة. هذا هو الذي يجب التأكيد عليه. أما بالنسبة لشاول الذي توفي في 25 من شهر يوليوز 2014، وبالنسبة لجولدن في الأول من غشت، فهذه معلومات أساسا هي إلى الآن موثوقة من خلال المصادر الإسرائيلية، من خلال مصادر استخبارية إسرائيلية. إنما الآن القول لأفيرا أو هشام بأنهما أو أحدهما بأنه جندي، فهذا يتأكد منه أن هناك جندي إسرائيلي يقول عن نفسه أنه جندي، وهناك شاليط، وهذا هو الربط الذكي بأن شاليط ساوى لوحده 1000، وهذا يدعي أنه جندي إسرائيلي، فمجرد مساواته 1000 أخرى 1111 فهذا طبيعي لأنه يشهد على نفسه أنه جندي. وما دام الإسرائيلي أطلق 1000 على شاليط، فيجب أيضا أن يطلق 1000 على هذا الحي الذي يقول عنه أنه، الذي يقول عن نفسه على الأقل أنه هو جندي. هذه هي المقاربة التي تعطي مباشرة رغبة التحرير بالنسبة للبرنامج الجزيرة بتسليم مع أنا جندي إسرائيلي، وهذا الاعتراف أن يكون معه تماما الربط مع شاليط للقول للذاكرة بأن هذا كان يساوي 1000، فهل هذا يساوي 1000 أخرى أم لا؟ هذه اللعبة، هذا الذي أفقد الوعي الإسرائيلي توازنه، لأن مجرد قول أنا الجندي الإسرائيلي كذا دون ذكر الاسم، فهذه هي المناورة، والجندي الإسرائيلي يساوي 1000 كما هو شاليط ولا فارق بينهما، وإلا أصبح الجيش الإسرائيلي أصلا عنصري ما بين شاليط وما بين الذي تحدث على أساس أنه أفيرا أو هشام، واحتمال أفيرا
هو الأقرب إن لم نقل هو. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.